ما ام سلمى معانا من مصر. اهلا يا ام سلمى، استاذ احمد. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، زي حضرتك. اهلا بيك. المقاومه لحد النهارده بتفشل التوغل داخل قطاع غزه، حابه تقولي ايه او ايه تعليقك؟ حابه اقول لهم ربنا يوفقكم، اخجلتمونا اخجلتمونا والله، وربنا معاكم وقلبنا معاكم ودموعنا معاكم، ولو ان كل دي والله الواحد بيستحي ويقول كده مش كفايه مش كفايه، بس لا تعليق. لكن لا طبعا، هم يا رب يا رب يجعل دعانا ودموعنا من حدهم زي ما بيقولوا، من نصيبهم. ربنا اللي يعلم الواحد بيبقى قاعد لدرجه ان الدعاء بقى بصوت عالي، يا رب يا رب يا رب، بدموع كده، وتحس ان الواحد قلبه موجوع وكرامته في الارض. كل ما ربنا بيكرمهم ويثبتهم بحس اني خدت نفس، بحس ان جزء من كرامتي رجع لي. انا مش فاهمه الناس اللي مش حاسه دي ازاي. ده انا عندي طلبه وعندي زمايل مسيحيين في المقاطعه وحاسين، وفي ناس مسلمه مش حاسه ازاي. الناس دي بتقف تصلي ازاي؟ يا رب يا رب ثبتهم.